ذكرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران أعادت فتح محطة نووية متوقفة عن العمل منذ 9 سنوات، وذلك مع استعداد إيران لزيادة طاقة تخصيب اليورانيوم إذا انهار الاتفاق النووي مع القوى الكبرى بعد انسحاب الولايات المتحدة منه. وزاد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق المبرم عام 2015، واصفا إياه بأنه معيب بشدة. وقلصت طهران بموجب الاتفاق برنامج التخصيب لتهدئة المخاوف من أنها قد تطور أسلحة نووية في مقابل إعفائها من العقوبات. وتحاول الدول الأوروبية الموقعة على هذا الاتفاق إنقاذه خاصة أنها تعتبره حاسما للحيلولة دون حيازة إيران سلاحا نوويا، بيد أن المرشد الإيراني علي خامنئي أمر منظمة الطاقة الذرية في طهران هذا الشهر بالبدء في الاستعداد لزيادة طاقة التخصيب في حال فشلت الجهود الأوروبية. وقالت المنظمة الأربعة أنه استجاب لأمر خامنئي وردا على انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، فقد أعيد فتح محطة لإنتاج سادس فلوريد اليوراني، وهو المادة الخام التي تستخدم في أجهزة الطرد المركزي والتي تخصب اليورانيوم.